في المرحلة الأولى اللي هي كانت من طفولتي من 69 وبلشت أنصح 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 أنصح، وحاولت بعد إيش ما دخلت صف الثالث ثانوي إني قبل ما أروح على الجامعة بدي أنصح، بس أنا ما كنتش يعني مش عارف ليش ما كنت مستوعب إن وزني 169 كيلو. مرحبا، يعطيكم العافية. 110 مشتركين ومتابعين، شكرا جزيلا. العدد بيزيد يعني، وأنا مبسوط إنه في ناس أكثر راح يستفيدوا. طيب لحظة، بلاك كوفي ماي نيو فيفوريت. لا مش عن جد. طيب هلا خلصنا الرجيم الكيميائي وأخذت راحة منيحة، هي كانت راحة يعني بس إيش مقيدة يعني، مش إنه راحة على الآخر. طيب هلأ بدي أبدأ النظام الجديد وبدي، ومش حيكون فيه نظام بصراحة. هذا النظام اسمه بدون نظام. شو يعني؟ يعني حيكون عبارة عن الصيام المتقطع. أكيد سمعين عنه بالهبل، ومليون ألف فيديو، مليون ألف واحد عامل عنه، فأنا مش جاي أحكي لكم عن فوائده ولا جاي أحكي لكم، ما ليش دخل في هالموضوع كله. أنا بدي أعمله، تفضلوا أهلا وسهلا أعملوا معي. ليش بدي أعمله بصراحة؟ يعني عملت سيرش وسمعت شفت الفيديوهات اللي بتحكي انه يعني بيظبط التستوستيرون، بيظبط الجروث هرمون. هلا شوف فايدتها، هاي عليها ريفليكشن كتير منيح للجسم. هاي يعني هاي بتفيد الواحد بالرياضة، بتفيد بالحياة العادية، بتفيد بكل المجالات، بتفيد الهرمونات هاي. طيب غير الموضوع الهرمونات، الصيام المتقطع بيريح الجسم. انا كبرت في العمر، مش كتير يعني، انا بالمتوسط هلا، بس يعني كل ما تكبر كل ما انه جسمك من جوا بيكون يعرف حاله. لا يعني بيكون جسمك كتير شغال. الصيام المتقطع بيريح الجسم منيح، يعني الكبد بيرتاح، الكلى، المعدة، كل اشي بيرتاح عندك، لانك راح تاكل بفترة معينة. لحظة، لانك حتاكل بفترة ويندو معين انت بتحدده، وبقية الفترة راح يكون جسمك مريح، ما في ولا كالوري بيدخل على جسمك ولا اي اشي بيعمل تريجر للانسولين اللي بجسمك او الانابوليك سيستم، يعني المحليات، السكر الصناعي ممنوع بالفترة الصيام. طيب احكي لكم انا شو بدي اعمل بغض النظر شو الصيام المتقطع. انا شو بدي اعمل، انا وجربتها بصراحة خلال الاسبوع هذا، انا بدي اصحى من الصبح ما اكل ولا اشرب اي شيء غير بلاك كوفي ومي. ساعه واحدة ونص حيكون كسر الصيام تبعي. كيف بدي اكسر الصيام؟ حكسره على وجبه من اللي كانت في الرجيم الكيميائي، يا وجبه فطور يا وجبه غدا يا وجبه عشاء، اختار واحدة من، خاصه اللي في اول اسبوع واللي في اخر اسبوع، عشان تعرفوا انا شو بدي اعمل. بعدين خلال الفترة هاي كلها ممكن أشرب نسكافيه مع حليب مع سكر مع هذا، بس إيش كمية قليلة جدا. أنا حراقب حالي، يعني أنا اللي حيكون البوليس تبع نفسي، ما في جدول ولا ورقة ولا إشي. أنا صار عندي وعي بصراحة بعد الرجيم اللي عملته، صار عندي إدراك إيش الكالوري وإيش اللي أنا باكله وإيش اللي بدخل جوا بطني إيش، يعني صرت فاهم الموضوع. وأتوقع كل اللي عملوا الرجيم الكيميائي وتعبوا، لازم تكونوا تعبتوا، حتصيروا تميزوا هلا السعرات، انه هذا لما تاكله هذا راح يأذيك اكثر من ما يفيدك. اتوقع الكل صار عنده هذا النولج اذا مرت في مرحله الرجيم الكيميائي. حاكل سناكس، حاكل شغلات خفيفه واكون قاري. بصراحه انا ما كنت هيك، انا صرت امسك اي شيء واقعد اقرا النيتروجين تبعه، المكونات، كم كالوري وكم الفات وكم البروتين وكم الصوديوم. هذا تطور صار لي لاني صرت انفولفد، يعني دخلت في الموضوع. فتفضلوا ادخلوا، وانت ادخل، تعال ادخل في الموضوع وافهم. يعني احنا ليش اتخان؟ احنا اتخان لانه ما في عندنا معرفة. اذا صار في عندك معرفة حتصير تلوم نفسك لما تاكل اشي غلط وما تعمل رياضة. يا اخي كل، يعني انا ممكن اكل بس بالمقابل بعمل رياضة، مش انه خلاص ناكل وننام ناكل وننام، او ناكل ونقعد على المكتب. عموما انا مش موتيفيشن، ما بدي اعمل موتيفيشن لحدا، كل واحد حر. تجربتي يا جماعة، يا أصدقائي وأصحابي، شو تجربتي حتكون؟ حكينا عن الوجبة الأولى. الوجبة الثانية راح تكون على الساعة تقريبا من 7 لـ 9:30. 9:30 بسكر الويندو تبع العشاء، يعني بسكر الويندو تبع الأكل من 7 لـ 9:30.
راح اختار وجبة برضو من الاسبوع الاول والاسبوع الاخير من الرجيم الكيميائي. فشو صار عندي؟ صار عندي من الساعة 1:30 الظهر للساعة 9:30 انا باكل، عندي امكانية انه اكل كالوريز، يعني consuming calories. كل الفترة اللي قبل واللي بعد زيرو كالوري، اللي هي عبارة عن بلاك كوفي بدون سكر بدون محلي بدون اي اشي، مي، تركيش كوفي، المهم بدون اي نوع من انواع السكر والمحليات والستيفيا، بدون ولا اي اشي، بس بلاك كوفي. والله انا سمعت عن ناس بيعملوا البولت بروف كوفي اللي هو اللي بيكون بلاك كوفي مع بتر، وهذا منيح للكيتو احنا هنا غير، هذا سيستم تاني، هذا سيستم صيام متقطع. ما انت حر اعمل اللي بدك اياه، بس انا بالنسبة لي انا هذا اللي هعمله، واللي بده يجرب يجرب، النتائج حتشوفوها اخر الشهر كالعادة، بعد شهر من التجربة راح افرجيكم شو النتائج اللي بدي اعملها، بس مش هذا اللي بدي احكي عنه اليوم، بس هذا اللي انا راح اعمل فيه وابلش فيه من اليوم. بس في موضوع تاني مهم وخطير، لازم احط الكاسة. اليوم وبعد طول انتظار جبت لكم بطل العالم في تخسيس الوزن، ملك الرجيم والدايت، ملك الحرمان، اقوى واحد اشوفه بالسيطرة على نفسه، نزل اكثر من 80 كيلو. تفضلوا احسان عياد، استمتعوا. لحظة قبل ما تستنوا، لسه احسان استنى. طيب هلا انا حفرجيكم، عملت مع احسان زي هيك انترفيو، احسان حيحكي لكم عن قصته من وين بلش وكيف شو كانت معاناته وكيف نصيحه، قصته حلوه وخفيف الدم يعني هيك 5 دقائق، حيحكي لكم عن حياته ولوين وصل وكيف وصل للي وصل له. تمام، استمتعوا في حلقه اليوم، تكون حلقه حلوه، وبنشوفكم بعد ما تشوفوا احسان. يلا رجاي جاي 5 دقائق بس، يلا تيك كير، سي يو. هلا المرحلة الأولى هي مرحلة الطفولة، مرحلة 18 يعني، ما كان وزني تقريبا بصف خامس بيحكي عن رابعة 70، كان بس أمي تشتري أواعي عريضة، رحت ودين على أواعي الولاد الزلام كبار تعرف يعني، ما فيش خلاص ما فيش أطفيل، كان وزني 70 يا زلمة كنت هيك. بعدين وصلت لمرحلة 148 أو 140 كيلو، وأنا او 140 كيلو، لا كنت يعني بلبس بنطلون 42-43 في الثاني ثانوي. بعدين مرحله الثانويه اللي هو انتو ايش اهلك بوفروا لك كل شيء كالوريز، وللاسف هاي المرحله لازم يعني عديناها بوز كانت تعطينا، بس انا بذكر يعني انه مرحله الثانويه كنت احسان بدي ياكل عشان ينجح، مش عارف ليش يعني احنا نعطينا اكل مع النجاح مع انه ايش دخل في الثاني. المهم اللي صار انه بيوم 19/5/2006 كنت رايح نازل على اللاندري بدي اروح اغسل اواعي، للاسف الشديد كسرت اجري، كسرت اجري لهسه اجري الشمال فيها شويه وجع وضربت الركبه معاها يعني لهلا. المهم إحسان قاعد في البيت، طبعا عشان تنجح بدك تأخذ بروفين، تعرف البروفين أبو حبوب، فكنت أخذ بروفين على معدة فاضية على معدة ملانة، بس أكل معه شوكولات. اتفاجأت إنه ما بلشت أدخل فيزيكوثيرابي، اللي فيزيكوثيرابي ولا فيزيكوثيرابي اسمه فيزيوثيرابي، فيزيوثيرابي في مستشفى المفرق، ما رحت وقفت على الميزان، اكتشفت حالي بعد آخر شهر 7/2006 كان وزني أراوند 170 كيلو، 168-169 هاي حتى هبين عندكم صورة هون هعطيها لعلاء حطيتها في الانستغرام تاعي، ما كان عمري بالضبط 20 سنة يوم 20/8/2008 كنت نازل بالجسر ومحمود أخوي صورنا صورة أليمة. هاي المرحلة الأولى قبل ما أدخل الجامعة، المرحلة الثانية هي مرحلة جامعية اللي هي درست فيها حسابات، انصحت وانحفت، وصلت تقريبا ظليت يعني شديت تقريبا بأول سنة لو وصلت 150-155، حتى بال 2008 كان وزني 155، الصورة هتبين 155 مش 160 أو 160. بال 2006-2007 ما أجل صورني الصورة هتبين عندكم كانوا خسري تقريبا 56 مش 60، بس كنت ناصح يعني. هلا بال 2008 هاي المرحله اللي كنت فيها ناصح، خلاص اضطريت اني اسوي دايت في حياتي، اخذت خطوه، اخذت ستيب يعني. بلشت بال 2009 غيرت الجامعه، كنت فاينانس، صرت اكاونت، طلعت على جامعه اسمها فيلادلفيا، طلعت على عمان، ترب من اربد لعمان. في هاي المرحله
قطعت مطاعم اوكل هوم ميد، قطعت الكارب، يعني حاولت اني اسوي اشي صحي في حياتي، امشي كثير، امشي لدرجة يعني انحفت. هلا الدروب اللي صار من الصورة هتبين عندكم، تحديدا 2009 2010 كان دروب عندي مخيف بسبب ترهلات بجسمي، بس ما لعبت حديد للاسف، اخذته كله مشي، نزلت تقريبا بحدود 36 كيلو، وصلت 110 يعني، كنت يعني وصل خصري يعني نمبر انه 48 46 كان هيك يعني خصر بنطلوني. فهاي المرحلة مرحلة جامعية بال 2011 كان 110، ظليت فيها يعني، ظليت حديد ما تخرجت من الجامعة، لا عن جد يعني وصلت خاصة 42 اللي هم منهم، تخرجت بشهر 6 2012. المهم بعد ما تخرجت من الجامعة وقعدت في الجامعة دورت شغل، طبعا زاد وزني مع القاعدة في البيت، بلشت شغل، اخذت قرار اني بس ابلش شغل بدي انحف، ما كنت متوقع اني هسويها يعني. بلشت روجيم بشهر 12 او اول شهر 12 2013، كان وزني عند دكتور بدون ذكر اسماء او محل معروف، كان وزني 128. بلشت الروجيم، اعطاني اول اسبوعين اللي هو اكتشفت بعدين اسمه روجيم اكتنز دايت، لازم يبين عندكم اكتنز دايت. المهم هو ما بلشت عند المحل المعروف، هون صار عندي دروب وزني من 128 كيلو لا اواخر التسعينات، كان وزني 98 طبعا، ما صار وزني 2 ديجيت يعني شيء كبير كان في حياتي، كان يعني مرحله في عمري يعني انا ما توقعتش اني اوصل ل 2 ديجيت يعني، بتعرفوا يعني يوم كنت رحت احتفلت حتى ممكن زاد وزني من كثر ما احتفلت في اللحظه، بس انا شفت الميزان واتجهت. عيوب الدايت اللي سويته عند المحل اللي هو كان انه حكالي ما تسوي ورك اوت عالي، هذا السبب سبب لي ترهلات. بعدها خلص اشتراكي كان 6 شهور، يعني انت بتحكي بغضون شهر 12 1 2 3 4 كان انا خسران تقريبا بحدود 3 كيلو، 11 4 شهور كان وزني تحت ال 100 كيلو، بس ما كان يجبرني اني بس امشي، فهذا ما سبب لي شكل عدم انتظام جسمي. هلا اندليت بعدها على رجيم اكتنز اللي هو نو كارب ات اول، في هو بيجي كويتي لواحد الدكتور اسمه الدكتور احمد. بعدها دخلت الرجيم طبقته بشهر 7 2014، كان وزني ما طبقته 96.5. المهم بلشت وزني 96، رحت سويت الرجيم اكتنز دعاني انستغرام، كان مرحلته مخيفة. انا سويت للاسف الشديد مرحلة الحث لمدة 6 شهور اللي هو ما بكون في نظامك لا سكر ولا شاي وبس هدايا 3 بيضات او صدر دجاج، حتى فطوري صدر دجاج، كل اشي اخضر وعشاي صدر دجاج او بيض مقلي. كانت مرحلة انتقامية من حد ذاتي، بنتقم من ذاتي. وصل لرقم مخيف واعطيكم الصورة عنده، كان وزني بالضبط 84 واشي، فرجع وزني 92، رجعت زي ما تحكوا خليته في نظامي، حاليا وزني 94.8، بس مع هاي بكون يعني اربع يعني انا بكون مفرغ يعني بكون صايم وبكون كل اشي، بس للاسف الشديد وزني 94 حاليا، ممكن ما يطلع علي واحد بيقول لي انت وزنك ممكن 90، بس انا في الـ عندي بعرف اني مترهل، بعرف انه كرشي خواصري، يعني انا مش ساتسفايد على حالي. فقررت قبل اسبوعين ثلاث ما شفت علاء خلاص بلش في الروجيم الكيميائي والحكي هذا المخيف بتاعه، قلت له خلاص يا علاء بدي اجي عندك من نروح انا وياك على جيم عشان اضبط جسمي اكثر ما اضبط الميزان. الميزان هذا قصته يعني، ما بعتقد انه ما بدك تسوي رجيم يكون اهم شيء عندك الميزان قد ما يكون عندك جسمك. هاي اكتشفتها في المرحله الاخيره بعد ما نزل وزني في المرحله اللي فاتت، يعني مش المرحله الاخيره نحكيها، شوف في مراحل يعني مرفع بني ادم، انه وزن الميزان مش اهم شيء قد ما يكون جسمك متناسق عشان ما يكونش خسارك كبير بوزنك كبير. فان شاء الله ان شاء الله يعني في المرحله هاي في الأسبوعين الجايات الأخلاء 14 يوم لا بدي يسوي أنا ويانا نسوي روجيم فاست دايت، الصيام متقطع. أتوقع إحسان قصته ملهمة كتير، وحتى أنا بالنسبة لي أنا ملهم العيلي كتير، وفي الأيام اللي كان فيها إحسان ناصح أنا كنت أعرفه، أنا كنا أصحاب، أنا كنت كتير ضعيف أضعف من هلأ يعني، احنا كنا يعني ممكن في هذيك اللحظه انا الهمته، كنت رياضي وهيك وهذا، وهلا في هاللحظه هو بيلهمني. ف انا مبسوط انه اصحابي يعني بهاي القوه، وانا معظم اصحابي بهاي الطريقه، كل واحد فيهم عنده ستوري وعنده تارجت وعمله واتشيف، يعني معظم اللي انا بعرفهم ناس قدروا يعملوا اللي نفسهم فيه، طبعا بالصبر والعزيمه لا نعرف بدنا نزيد على حالنا شوي صح؟ طيب
نشوفكم الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي راح أحكي لكم شو صار معي في الصيام المتقطع, وبتكم تشوفوا كل مقاطعنا الرياضية حتكون على الانستغرام. راح أتمرن شوي أنا لحالي, شوي أنا وإحسان, يعني حسب الأفيلابيليتي تبعتي أنا وإحسان إنه نلتقي مع بعض ولا لا. ونشوفكم على خير. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا يعني إنه اعملوا لايك وشيروا لأصحابكم, برك حدا استفاد, برك حدا عن جد يعني استفاد على الرجيم وشافني كيف إنه أنا بنصح وقاعد أنزل بالوزن وتأثر واستفاد, مش غلط, فيدوا الناس وأهم شيء فيدوني. اعملوا لي لايك وشير, خلوا اليوتيوب يعني يشوفوني ويعرفوني. أوكي يلا see you, باي باي. طيب إحسان مراحل. أنت وزنك وصل ماكسيموم 168 وضعفت ماكسيموم للكم؟ لاثنين وثمانين, يعني 90 كيلو, يعني 90 كيلو. طب 90 كيلو اللي خسرتهم هدول يعني إيش تنصح الناس عشان يخسروا 20 كيلو؟ في ناس مش عارفة تخسر 30 كيلو. أنا كيف أعطينا شو الوصفة السحرية في الموضوع كله؟ كيف 90 كيلو هدول بيروح؟ شو أعطينا في إشي؟ لا ما فيش أكثر من هي تيجي عندك في مخك, يعني مثلا أنت بتكون مصر على شغلة خلاص أنا بدي أخذها نظرة إنك تتحدى حالك. يعني كان عندي موتيفيشن لحالي مش أكثر, ما كانش عندي تشالنج إني أورجي الناس قد ما أشوف لحالي. هاي النقطة اللي ممكن هو أساس النجاح, إنك ما بدك تورجي الناس شو بتسوي, أنت بدك تورجي حالك. أنا بدي أوصل, أنا بدي أصير, ما إليش دخل في أفلام ولا عدلان زي ما أقول. سيبك مع الكاميرا وأعطي الناس نصيحة نهائية. نصيحة نهائية, اعرف التزم في لايف ستايل اكثر ما تلزم انت في اكل محدد, يعني بروجين ببلان, يعني مثلا في دكاتره معروفين نيوتريشن اغلبيتهم من الكويت بتبعهم على انستغرام فعلا فنانين. فاذا انت سويت بلان لحياتك في الاكل تنجح, يعني اذا كان عندك هو لايف ستايل اكثر ما هو التزام. يعني خلاص انا مش لازم اروح اكل كل اسبوعين كنافه, او لا مش لازم اروح اقطع كل شيء عني. يا إله بلشنا هذا يوقع من الكذب يعني. لا 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 بنمزح. بلعبش حديد صح, بس هلا كان هو ملك جامعة عمان أهلية البادي بيلدر. لا لا حطه درب لما حطيته ما بطلع معك. لا هذا بيقدر حطه كان البادي بيلدر بتاع جامعة أهلية.